امرأة تقول أتمنى أن أحمل وأصقط وأسلب عشان يقولوا ما يقولوا فلانة عقيمة، وأنت تقول أنزل الطفل ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسك ماذا تكسبه غدا، الرزق بيد الله بس تمشوا فيه مناكبها، وما تدري نفسك بأي أرض تموت. اليوم أو أمس عالم الإسلام فقد رجلين، فقد الشيخ خالد بن عبد الله القرشي الأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى في مسجده في العوالي، أمس يصلي العصر بالناس ثم يواجه الناس ويستغفر ويبدأ عشان يلقي درسه، فيميل على جنبه الأيسر مسلما روحه إلى باريها، نسأل الله أن يرحمه رحمة الله، يغسل ويكفل ويصلى عليه اليوم في المسجد الحرام ويسفل رحمه الله. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. وأحد كبار مشايخ الأردن أبو إسلام المصري رحمه الله، ومن أهل مصر وعاش في الأردن وجلس فيها، ومن تلامذة الشيخ الألباني يموت أيضا رحمة الله عليه، وتكون جنازته مهيبة يا إخواني، قال تحمل جنازة على الأعناق، ما حد قال يشيلوه بسيارة ولا شيء، مع جواز ذلك قال لك زي ما شيخنا الألباني قال ما أمشي تحمل على الأعناق، فكان الشارع بمد البصر لا تجد فيه موطن قدم، وكما قال الإمام أحمد موعدنا يوم الجنائز، والله ما بيننا وبينهم لا رحم ولا أعطونا شيء من أموالهم، لكن هي محبة في الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ختاما أذكركم بذكر يقال بعد الصلاة وعند النوم، رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر موقوفا ولا حكم الرفع وهو صحيح سندا، قال ابن عمر من قال الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثة، وبعدين يقول لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، كن له في القبر نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو حتى يدخل الجنة، هذا يقال قبل النوم وبعد إيش؟ وبعد الصلاة. الأمر الآخر أيها الكرام الفضلاء المباركون هو قول ابن عباس، والله لو أن غيثا نزل بأرض كذا وليس لي فيه سائمة ترعى لطار قلبي فرحا، ولذلك والله نفرح لموت إخواننا الميتة الحسنة اللي كل مسلم يتمناها إنه يموت وهو ساجد، كان يقول عامر بن الزبير اللهم إني أسألك الميتة الحسنة أن تتوفاني وأنا سيد فمات هو ساجد، أو أن تموت في المحراب، أو أن تموت وأنت تقرأ القرآن مثل تتذكر قبل كم شهر الرجال هذا أبو عدنان رجل من أهل سوريا في إحدى المساجد هنا مسجد سليمان في الصفة 6 ما في صلاة الفجر هو يبكر الفجر يأذن جو لقوه متكئ كأنه نائم فإذا هو ميت، وكان فاتح على سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. رسالة لإخوان المدخنين المشيشين الذين يفضلكم من الدوام يأكلون ماء الحرام، لو أن الله قبض روحك على هذا إيش رأيك؟ أنت تدخن ولا تشيش وأنت هرب من دوامك أو إلى آخره، أو أنت تسمع مقطع إباحي أو أغنية أو مسلسل، كيف يكون أمرك بالله آخر الحديث؟ ويموت الإنسان على ما عاش عليه يبعث على ما مات عليه، لقد كان في قصصهم عبرة. أسأل الله أن يجزيكم خيرا الجزاء، أن يتقبل منه من صالح الأعمال، أن يجعل هذه الكلمات مضيئات لمن تكلمها مع ضعفه وذنبه ووزره ولمن سمعها، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق جمعنا إلا قد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا. اللهم اتق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، فخذ بنا وصلنا البر والتقوى. اللهم أعز بهم الإسلام واجمع بهم كلمة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى التائبين واغفر لنا والعصاة والمذنبين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا قد غفرت الذنب وسترت العيب وتوليت الأمر. اللهم رب أبناءنا، اللهم اهدهم سبل الرشاد وإيانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم ارحم آبانا كما ربونا صغارا، من كان حيا نطل الأمر على الطاعة، من كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلى، والذي ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاح قبل ما ورق وذات الأعوان. الحمد لله رب العالمين.